بينما الملك الآخر هو فريق ريال سوسيداد باللون البرتقالي إلى اليسار. رونالدو ينطلق من البداية، النجم البرتغالي الكبير وعبء كبير جدا جدا، وأول أهداف اللقاء. نعم 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 نعم، أول أهداف اللقاء 45 دقيقة بعد مدقة ساعة الحقيقة. بداية وأي بداية، روعة وأي روعة، إصرار وأي إصرار، رغبة دائما في تحقيق الانتصار. نعم هناك حالة من الانكسار، هناك حالة من السقوط المعنوي والفني. ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر هو أفضل بداية، وهنا هنا هنا أفضل بداية. رونالدو مهارته مروغته عدى ومر وفات وعرضية ثم رأسية لينجح فاسكيز في إحراز أول أهداف اللقاء.